انتقل مباشرة عبر زوم مع ناشر ورئيس تحرير موقع ديمقراطيا نيوز عبد الله بارودي. اهلا وسهلا فيك. دكتور عبد الله، يعني الكل اللبنانيين اليوم يترقبون عودة الرئيس سعد الحريري في ذكرى 14 من شباط، ذكرى استشهاد الرئيس رفيق الحريري، والكثير من الأخبار التي يتم تداولها حول بقائه أو عدم بقائه، حول استمراره بالعمل السياسي والعودة عن قراره واستقباله سفراء وسياسيين وغيرها. هل برأيك ستختلف زيارة الرئيس سعد الحريري هذه المرة عن زيارة السابقة العام الماضي وقبله؟ يعني اولا خلينا نقول بكل صراحه، يعني زياره الرئيس الحريري ب 14 شباط ليست سبقا صحفيا او خبر يراد منه مصادر وما الى هناك، لا ابدا، هو بتربيه سعد الحريري الاسريه والعائليه. اصلا لا يمكن ان كان انه يترك هذه الذكرى انه تروح دون انه يجي على بيروت ويزور الضريح ويقرا الفاتحه على ضريح والده الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه. هيدا من ناحيه الشكل. اليوم اهميه هذه الذكرى عم تيجي لانه يعني الواقع اللبناني واضح انه تاثر كثيرا بغياب الرئيس الحريري. يمكن اذا بدك نحكي شويه التفاصيل، ولكن بالشكل اذا بدي جاوبك على سؤالك، هذا الامر، هذا المعطى هو بيد الرئيس الحريري. انا بعرف الرئيس الحريري بكثير اوقات الامور اللي بيكون مرتبها ما دائما بيلتزم فيها، ممكن فجاه يقرر تمديد الزيارة، لا تقصير الزيارة، لا البقاء، الاستقبالات قد تتغير، يمكن يكون بده يستقبل حدا يرجع يستقبل كمان أشخاص آخرين وفوق. يعني هذا الأمر هو القرار بإيد الرئيس الحريري. الزيارة ستتم، ستكون على يعني مفترض تكون على عدة أيام، والاستقبالات يعني كل الإعلام صار يمكن أغلبيتها الأساسية معروفة شو هي. هلا شو بيطرق بخلال الزيارة، هذا أمر يعود إلى الرئيس الحريري. طيب هل برأيك في معطيات حاليا على الأقل محلية وأكثر إقليمية ودولية تساهم في بقاء الرئيس سعد الحريري؟ يعني هل تغيرت هذه المعطيات؟ يعني خليني اقول بكل صراحه، اولا المعطى الداخلي واضح انه بعد سنتين من الغياب من تعليق العمل السياسي اصبح واضح لكل الافرقاء الاقليميين والمحليين انه هذا الغياب اصبح مؤثر جدا، او استمرار هذا الغياب اصبح مؤثرا جدا على الواقع الداخلي اللبناني. يعني لم يستطع احد أن يملأ هذا الفراغ على المستوى السياسي الطائفي، عم نحكي أول شيء، ما قدر حدا ملأ هذا الفراغ السياسي اللي تركه الرئيس الحريري، لا نيابيا ولا سياسيا ولا حضوريا ولا شعبيا طبعا. على الواقع الشعبي الناس كلها لا تريد إلا سعد الحريري لقيادة الطائفة والقيادة الوطنية. وأيضا على المستوى الإقليمي فينا نقول أنه كل ما كان يتم الحديث عنه حول الخلافات بينه وبين المملكة العربية السعودية، هذا الأمر أصبح من الماضي. التواصل واقعي اليوم بين الرئيس الحريري وواضح بين الرئيس الحريري والمملكة العربية السعودية، وما بدنا نقول الجفاء، سوء التفاهم الذي كان حاصل بالسابق تم الانتهاء منه منذ أكثر من شهرين أو 3 أشهر. وبالتالي اليوم الوضع السياسي، العودة إلى العمل السياسي هي بيد الرئيس الحريري. الرئيس الحريري لا يريد العودة إلى لبنان دون أن يمكنه ذلك من إعادة لبنان إلى ماضيه السابق، يعني إلى الواقع الاقتصادي الجيد، إلى الواقع السياسي الجيد، إعادة العمل بالمؤسسات الدستورية، انتظام العمل في المؤسسات الدستورية. كل ما كان أعلنه قبل انسحابه من الحياة السياسية، أو إذا بدك نقول بخطابه بالعام 2019 لما عطى الشروط لترأس الحكومة والعمل وعودته للعمل الحكومي ورفض هذا الأمر، الرئيس الحريري لن يعود إلى لبنان قبل أن يسمح له بتأمين هذا الأمر
وتحقيق هذا الأمر على أرض الواقع. أما أن يعود فقط هيدا بحد ذاتها هيدي الشروط اللي عم تحكي عنها أستاذ عبد الله منا محققة حاليا ومنا موجودة، يعني موضوع انتخاب رئيس الجمهورية يبدو لحد الساعة ما في أي بوادر، موضوع حتى إذا كان رئيس الحكومة إذا كان رئيس الحريري ينوي إعادة ترأس حكومة مقبلة كمان ما في بوادر. ما مش المهم الحكومة اليوم، مش المهم السلطة اليوم. وجود الرئيس الحريري سياسيا عنده أهمية كبرى بلبنان. اليوم واضح أنه نحن رايحين على تسوية أقليمية كبيرة ريمان، وبالتالي هذه التسوية بحاجة إلى إلى إعادة التوازن. اليوم التوازن الوطني الطائفي في لبنان مختل شئنا أم أبينا، هذا التوازن يجب إعادته وإعادة هذا التوازن، وهذا وإعادة التوازن لا تتم إلا بعودة الرئيس الحريري. من يفاوض بموضوع هذه التسوية التي ستحصل بالمنطقة بعد أسابيع قليلة، بعد أشهر قليلة، بعد انتهاء الحرب أو العدوان في غزة، ترسيم الحدود البرية مع لبنان، كل هذا الأمر بالآخر الكل بده يجلس حول الطاولة. هذه الطاولة لا يمكن أن يكون، وسيكون طبعا لبنان جزء منها، لبنان لا يمكن أن يكون جزء منها إلا بطريقة طبعا صحيحة، إلا بإعادة التوازن الداخلي. إذا دل في عنده مشاكل لبنان داخليا طائفيا وعدم توازن، ما بيقدر يفاوض عن كل اللبنانيين. وبالتالي هذه اليوم أهمية العودة عودة الرئيس الحريري إلى العمل السياسي. روسيا مقتنعة بهذا الأمر، قطر، مصر، كل الدول اليوم على قناعة تامة بأن وجود الرئيس الحريري في قلب المعادلة السياسية بات ضرورة ملحة جدا. يعني هل يمكن القول دكتور أنه سيكون ضمن تسوية العودة ستكون ضمن تسوية شاملة؟ طبعا هذه العودة ستكون من ضمن التسوية التي ستحصل في المنطقة. هذه التسوية ستحتم ويجب أن تحتم على يعني الرئيس الحريري العودة إلى لبنان. المشهدية الشعبية اللي حنشوفها ب 14 باط من يعني لأول مرة يمكن من حوالي من فترة كبيرة يبدأ التحضير لهذه الذكرى منذ أكثر من شهرين، يعني من حوالي شهر ونص أو شهرين بلشنا نسمع بالمناطق عن تحضيرات المشاركة بالذكرى 19 لاستشهاد الرئيس رفيق الحريري، لأنه الناس عارفة أنه هيدي السنة تحديداً بعد كل شيء صار، بعد الغياب سنتين للرئيس الحريري، يجب أن تظهر مشهدية واضحة لكل العالم بأنه لا غنى عن. يعني ما رح نشوف بس تحركات قرب الضريح، رح يكون في بعدة مناطق. لا أنا بعتقد حتكون في مشهدية، أولا طبعا في زخم واضح من كل المناطق، من الشمال إلى البقاع، من الجنوب، من العاصمة بيروت طبعا. حنشوف مشهدية من الضريح وصولا إلى بيت الوسط، مشهدية آلاف المواطنين ستتجمع لاستقبال الرئيس الحريري واحتضان الرئيس الحريري، بل ومطالبته بكل صراحة. الناس أنا عم بسمع الناس شو نازلة تقول، الناس هالمرة الناس مش نازلة تزقف ولا نازلة تبكي ولا نازلة إلا تقول له لسعد الحريري مش حنخليك تفل، بدك ترجع، نحن مش قادرين نكمل من دون وجودك، لأنه الواقع صار صعب جدا. وبالتالي لا يمكن الاستمرار بغياب الرئيس سعد الحريري. هون عم بحكي واسمحي لي ريمان، في كلام عم ينقال أوقات يمكن هو القصد منه إيجابي ولكنه هو مش إيجابي. رئيس سعد الحريري ما بيرجع بس يرجع البلد اقتصاديا على السكة الصحيحة، لا، سعد الحريري رئيس حكومي، مش لانه حاكم مصرف لبنان ولا مدير مصرف. سعد الحريري بده يرجع بالاقتصاد وبالسياسة. نغمة رفيق الحريري السابقة انه رئيس الحكومة بس هو عليه انه يقوم بالعمل الاقتصادي، والأما العمل السياسي والأمني بيقوم فيه اشخاص اخرين او رؤساء اخرين، هاي بطلت تمشي معنا. رئيس الحكومة هو رئيس يضع السياسة العامة للبلد، السياسة العامة قال الدستور، مش قال السياسة الاقتصادية، وبالتالي اقتصاد وأمن وسياسي، هيدا اللي عليه إنه يعمله سعد الحريري. كيف هذا العمل يعني لا يمكن؟ برأيك قد في إمكانية فعلاً إنه الرئيس سعد الحريري دكتور عبد الله يقدر يحقق هود الأشياء اليوم؟ إذا عاد الرئيس الحريري لا يملك أي نائب في المجلس النيابي، يعني إذا بدنا نحكي حتى عن زعامة سنية اليوم، حتى هو لا يملك هذه الأدوات في المجلس النيابي، وبكرة بالعمل الحكومي كمان إذا كان هو مرشح لألون، فهو اليوم يعني مجرد من هذا الدعم النيابي أو اليوم هذا الدعم اللي بيمكنه أنه يقدر يحقق هذه الأمور. حقلك بكل
حقلك ياها بكل صراحه ريمان، مش هذا الكلام مش دقيق نوعا ما. حقلك ليش؟ يمكن امبارح الرئيس بري قال كلام انا قلته من قال انه الرابح الاكبر من هذه الانتخابات هو الرئيس الحريري. صحيح، وقال 24% الناس معه هو غايب. انا بدي اقول لك اليوم في عنده حوالي من الطائفه السنيه في اكثر من 30 40% من نواب السنه يميلون الى سياسه الرئيس الحريري، وفي عنده الحلفاء يلي هن قريب، في عنده كثير نواب مسيحيين وحلفاء قريبين منه كمان ايضا بيشاركوا. اصلا بالمبدا لو ما غياب الرئيس الحريري نحن كنا شفنا 14 او 15 نائب مستقل او تغييريين، يعني اذا بتشوفي المشهديه اليوم بمجلس النواب لولا غياب الرئيس الحريري ما كنا شفنا يمكن الا نائبين او ثلاثه تغييريين بعمليه بسيطه بكل ما للكلمه من معنى، ما بدها لا فزلكي ولا هيدا. فبالتالي اليوم الرئيس الحريري عنده ناس بمجلس النواب بيقدروا يدعموه ويكونوا حده، وبعدين يعني مري ايدك على وجهك تجي الانتخابات الجاي، والرئيس الحريري اذا رجع عاد العمل السياسي انا برايي حيقدر يامن بظل هذه الثوره الشعبيه اللي حواليه، بظل الناس اللي خصومه قبل حلفائه بصموا بالعشره انه يا عمي لا سعد الحريري غيبه، وما كان له اثر كبير. يكفي انه كان الرئيس الحريري الوحيد يلي يقدم مبادرات. انا برايي لو سعد الحريري اليوم كان بيناتنا رئيس الجمهوريه كنا انتخبناه من زمان. طب هو بعض بيقول انه هي المشكله اللي عند الرئيس الحريري هو كان كميه التنازلات اللي قدمها وهي اللي دفع ثمنها، رح يرجع بنفس النهج ببعض خلي هون. طيب اوكي، هيدا هن اعتبروه تنازلات. الرئيس الحريري كان عم يعتبره انه هيدا قوه ليحاول يستنبط حلول لاخراج لبنان من المأزق. طيب اللي بطل يعمل تنازلات واللي بطل يعمل تسويات ظهر من سنتين، فرجونا عرضاتكم كتافكم، عرضات كتافكم، وشو عم تعملوا اليوم؟ كيف بدنا نوصل لحل بظل انه ما حدا بده يعمل تسويه وما حدا بده يعمل مبادرات وما حدا بده يعمل اي تنازل؟ فعم نشوف شو عم بيصير، لا انتخابات رئاسه الجمهوريه، لا حكومه فاعله، دائما محاوله تعطيل عمل الرئيس نجيب ميقاتي، وعدنا على بدء مثل ايام الرئيس الحريري كلام طائفي بغيض من بعض التيارات السياسيه، وايضا هلا عم يبشرونا انه في انتخابات البلديه قد تتأجل أيضا بسبب الأوضاع. وبالتالي اليوم نحن بحالة مجلس نواب كمان فراغ كامل بالعمل التشريعي إلا يعني بالموت ليقدروا يشرعوا ليوافقوا يحضروا جلسات، وبالتالي نحن بحالة شلل كامل. لو سعد الحريري كان معنا بهيدي الفترة أنا متأكد أنه في كتير أمور كانت غير. هلأ بحاولوا يقولوا عنا تنازلات، بحاولوا يقولوا عنا، بيقولوا كانوا يقولوا انبطاح وما في ركب وهيدا الكلام، لا اللي أثبت صحيح أنه هذا مش هيدا الكلام. سؤال أخير دكتور عبد الله، كيف تقرأ هو لمصلحة البلد؟ نعم، كيف تقرأ الإشارات اللي بلشت مع النائب علاون بالمجلس النيابي بموضوع الدعوة إلى الرئيس الحريري إلى العودة، وبالأمس كلام الرئيس بري حول أنه الرابح الأكبر من هذه الانتخابات؟ مش بس أنا ما تفاجأت بكلام علاون، علاون أصلا صديق يعني لتيار المستقبل الرئيس الحريري، فمش غريب عليه هيدا الحكي. في أيضا الرئيس بري نحن بنعرف العلاقة القوية اللي بتجمعه بالرئيس الحريري، بس خلينا كمان نشوف ناس وئام وهاب، كتير نواب ووزراء كانوا يعني وبعضهم هن خصوم، وبقول لك نحن على خصومة كاملة مع سعد الحريري، بس عم نحكي الواقع. الكل اليوم عم يقول حتى السنة يلي حاولوا انه بعض الشخصيات السنية اللي حاولت انه تملي الفراغ لما حست انه هذا الامر مستحيل ان يحصل، اليوم عم يرجعوا بيقولوا بركي اذا رجع سعد الحريري هيك بنرجع بنحكي معه شوي، عم يرجعوا يقولوا انه لا سعد الحريري وجوده قوي ولازم يرجع وغيابه اثر على الواقع اللبناني طائفيا ووطنيا. وبالتالي الكل كل كل المؤشرات كل الدلائل تؤكد انه يجب ان تكون عوده الرئيس الحريري تكون
بأقرب وقت فرصة، بأقرب فرصة ممكنة، ولكن برجع بقول لك هذا القرار بياخذه الرئيس الحريري إذا صحيح. شعر أنه عودته لها فائدة من يعني عودته للعمل السياسي بلبنان لها فائدة، إلا برجع بقول لك يمكن بكرة كمان المشهدية العاطفية اللي حيشوفها ب 14 باط كمان يمكن هيك تخليه يرجع يفكر ويعيد يستعجل أكثر يعيد النظر بقراره. دكتور عبد الله بارودي، نشر ورئيس تحرير موقع ديمقراطيا نيوز، شكرا لمشاركتك معنا.